ازيكم يا مواليد برج الحوت، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الحوت ليوم الاحد 19 ديسمبر كانوني الاول 2021. احذر من نفسك على مصاريفك، فانت بتصرف بكثرة نظرا لراحتك النفسية وشعورك بالفرح الداخلي في قلبك. اليوم ده هيكون جيد علشان تنطلق في نطاق العمل، فرأيك مطاع وشخصيتك حازمة جدا في إدارة جميع أمورك. الأجواء بينك وبين من تحب هتكون متوترة في المساء نظرا لتسلطك وغيرتك، وخاصة لمواليد 12 ل 20 مارس آذار. بالنسبة ليك مهنيا بيحالفك الحظ وبيحبطك بهالة كبيرة وبيوسع الآفاق وبيسرع الخطى، وقد تقوم باستثمارات جيدة ومهمة وتبدو موعدا بجديد على الصعيد المادي. بالنسبة ليك عاطفيا هتقوم بواجبات تجاه شريكك على الصعيد العاطفي والاجتماعي حتى، ولن تكون إلا سعيدا ومرتاحا معه. بالنسبة ليك صحيا سارع إنك تستشير خبير تغذية علشان يعطيك الإرشادات الخاصة بالحمية أو بنوع الأطعمة التي عليك تناولها من وقت لآخر. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيستمر القمر في عبور الجوزاء، وعندما يدخل في برج السرطان قمر السرطان هيكون حذر لكنه دافئ ويقظ. بالنسبة لمحطات كوكب الزهرة وتحوله إلى الوراء اليوم، ستظل رجعية حتى يوم 29 يناير وتبقى في برج الجدي طول هذه المدة. يمكن أن تعيدنا دورة رجعية من كوكب الزهرة إلى هذه الأمور التي لم يتم حلها والتي تتعلق بشكل أساسي بالعلاقات والتمويل والاحتياجات والقيم. ممكن أنك ترغب في أنك تتجنب البدايات أو القرارات الجديدة أو المهمة اليوم اللي هتتعلق بالمساعي اللي بتحكمها كوكب الزهرة، مثل الشؤون المالية والشراكة والرومانسية وحتى الملاحقات الممتعة. ومع ذلك فهو وقت ممتاز علشان تقيم هذه الأمور. هذه الدورة بنراجع فيها وبنعيد تقييم ونعيد تقييمنا بشكل خاص حياتنا العاطفية وأمورنا الشخصية وكيف نلتقي ونكشف ونعبر عن عواطفنا. هتتحول الأفكار للماضي حتى تتمكن من التخلص من العادات غير الصحية في هذه المجالات من الحياة، وهتحول بنا مباشرة لمكرون اليوم ومحطات تراجعها التي ستستمر منذ 15 يوليو. ومع هذا التحول يمكننا تجربة بعض الضعف العاطفي. بدأت الحقائق العاطفية حول الأمور التي كنا نتجنبها أو ارتكبناها بشأنها في الظهر، والآن وفي الأسابيع المقبلة خاصة قد لا تكون هذه الأمور مريحة دائما، لكنها بتعمل على تحفيزنا واتخاذ الإجراءات المناسبة الخاصة فينا. لحسن الحظ بتتشكل الشمس اليوم سداسيا لكوكب المشتري مع الآخرين بطرق مبهجة والاستمتاع بفرص للقيام بذلك. تأتي الثقة من الإحساس بأقوى بمن نحن والمبادئ التي نمثلها. بعض أشكال الاعتراف أو التميز ممكن الآن، ويمكننا استيعاب الصورة الكبيرة التي توسع منظورنا ونشعر بمزيد من الحيوية والثقة. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.